موت الرحيم هو بنهاية الحياة ما نروح لتعذيب مرضى مقطوع الأمل من شفائه. دور الطبيب الأساسي هو المعالجة. إذا تخطى ما عاد في إمكانية للعلاج، شغل الطبيب يريح المريض، وشغلته الثالثة هسه إنه يواسي. على طبيب الإنعاش يحط الأهل أو الشخص إذا كان واعي قدام حالته. القرار هو ناتج عن اتفاق مع الأهل بأنه وصلنا على مرحلة ما في إلنا خيار آخر. قلية التنفيذ هاي كثير ساعتها، ما أنا شغلي صعبة يعني. في 100 طريقة للتنفيذ. في حال موت دماغي على طبيب الإنعاش إنه ينصح الأهل يذهب الأعضاء. المرضى بهالحالة إجمالا بيكونوا عم ياخذوا علاجات بالأساس عم تطول عزيمهم. بدنا نعذبه وصرنا ونمد اشياء زيادة ما حتنفع لتنكسب كم ساعة قصة زيادة او اكثر من هيك. ما في عند وصول المريض لهالحالة هي تعتبر بالنسبة لأي طبيب اذا بحب ما انتو هزيمة. ويمشي مع المريض باخر اخر ساعات من حياته. اكومبانيمون دو فان دو في، تدخل عمدي بتوقيف الحياه او تدخل عمدي باطاله حياه ميؤوس منها. شو بنعمل؟ نحن بالشرق عاطفيين اكثر من اللزوم. يعني نحن بدنا نقدر نوصل لمرحله انه رغم محبتنا ويمكن محبتنا توجه للموت الرحيم مش ضد. المهم نحن مع محبتنا وعاطفتنا نشغل شوي عقلنا وساعتها القرار بيكون اسهل للجميع. بكل شغلي بدنا ندخل الدين. ليش؟ الدين بيني وبين ربي.